أحلى عبارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم من جديد في فقرة غداكم مع تقييم المتسابقين لسعد وسعد وعبد المجيد الشمري. ويا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا، حياكم الله، يا هلا وسهلا، شرفتمونا، الله يقويك. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، تقييم يا شباب. هلا ابو سعود، ارحب انت الزين. هلا 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 هلا. رب لطاعتك راح تمرت ولا شنو؟ اي والله. رب لطاعتك. كيف حالك؟ شو منك؟ كيف حالك؟ ان شاء الله. مبارك. شو العلوم؟ الله يحفظك. ما عرفتك الحلا اللي ياكل حلا. ما عرفني. طيب 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 طيب. شباب شباب كيفكم يا شباب؟ شو اخباركم؟ منيحين؟ كيفك انت وحي ربي علي؟ والله سلمه سلامه الاسفار. سلمت، كيف حالك؟ مرحبا والله، ماجورين، مبارك وعلى البركه يا منظم. ما عرفتك من غير سفر تجيت صرت منظم ولد. كيف حالكم؟ الله يعافيك. صلاه الظهر ما بخلص، اعتبره ملح يا ابو سعود. اول مره طلعت تجيد حياتي. اعتبره ملح. ذقته ولا ما ذقته؟ هلا ابو خالد، يلا حيه. كيف حالك؟ والله طيب. كيف صحتك؟ خير، عساك بخير طال عمرك. شو مسوين شباب اليوم؟ لا اله الا الله. ماني والله حاطط الكورونا كبر. شنو شنو؟ اما تصويت منصور القرني بنجاح. صالح الفرحان. تم تصويت صالح الفرحان. الله يسلمك ويبقيك. حمد اللاحم. نرجع لحمد اللاحم. يلا صليت الظهر. جماعة المغرب مع 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 صوت؟ طيب ليش تاخر اصلا كل يوم؟ تاخرت صح؟ ما تاخرت. محسن الشاري. ما دق بطني. قصدي انك رجال، انك رجال وافي. يلا حمد. فواز الحارثي. من منو امس يا ابو علي وانت ماسك؟ الله يذكره بالخير فوز الحارثي. اسمه ملاس. يلا اعطيهم الحلال الحين. تسالني انا؟ اعطيهم الحلال الحين. شيء. صوت. داخل. اما مو بهنا. لا. فواز الشمري. نجيبان. قطع المحل. هذا جريش بالبواكي.
حلال حلال فيصل بن قربة ما في ليش عيونك كذا تبي يعني بعض الناس ما تعرف تجيب سيرتي في اليوم 20 مرة ابو علي ابو علي ها ماني كذا والله ما عليه ما عليه كيف ايش رايك يا محمود هذا الدريم دريم وبي هذا محمود جريش بالفواكه محمود محمود افتح مايكك الله يعافيك تبي حلا يا شباب ليش ما حد يبغى الحلا حقي افتح مايكك يا حمد يا محمود الحلا حقي يا بعد محمود مايكك هذا جريش بالفواكه لا لا سلط على امرك هذه سلطه السبن هذول صوت انت هون حبيبي امجد الربع استاهلون النبي يزود الرز ملح يزود ملح ولا شيء عادي لكن لو يحدي سلطه يا شباب مره ليش بالواكن صح اسمع سلور الروقي حطيت ملح على هذا وليد الشمري نادي وليد الشمري هذا حاط له ملح بس وليد الشمري عزيز جاء تصويت ولا لا بعد وين الرز جاء تصويت هذا عبد العزيز عبد العزيز شهراني طيب تمام لا هند ابن شوي هني يا ابو محمد هند عيوني لك اخر عمي شباب سرور الروقي وليد الشمري صالح الفرحان صوت وليد الشمري عبد الله الشهراني عبد الله النجيبان صوت سرور الروقي عبد الله المسعود علي الكلثمي هلا وسهلا مرحبا مليون هلا 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 كيف الحال اخبارك طيب شلونك طيبين طيب لنا خير لك يا اخوك الله ملك كيف حالك الله ملك طيبين الله يبشرك علي الكلثمي سرور الله عبد الله بتصوت ولا بتذوق خليني بذوق اصوت الحين على السريع منصور القرني طيب خلاص سرور الروقي علي الكلثمي وليد الشمري الدنيا يا ابو علي وصلت اللي يسحب يجي الفقرات البقاء الله حي اقعد الله يطول عمرك يا خالد الله ياكل عطياك لا يجي شيء ابو مصين عليه اقعد وليد يلا حيهم الله يبقيك غرفور غرفور الرجال رجال نايم على صوت الشاي وصوت الشعر هالبارح الله يحفظ لك جزاك خير ابو علي شهنور يا ناس بس شهنور يا ناس شهنور يا ناس ايه ايه الدنيا ايه ايه والله حاط ملح واجد يلا يا ولد علي الكلثمي طلع ملح شوي علي الكلثمي ماذا بطل علي الكلثمي سرور الروقي عبد الله الشهراني عبد الله الشهراني سرور صوت سرور شرور وليد الله يرفعك خذ القرفه شكرا بعد راسي علي الكلثمي عبد الله الشهراني وليد سم سم يا وليد هذا الدريم هذا جريش بالفواكه هل جريش بالفواكه علي الكلثمي عبد الله الشهراني علي الكلثمي عبد الله الشهراني ارجو من عبد الله الشهراني وعلي الكلثمي التوجه الى بوابه رقم 33 اس بليز بليز ان جايد تو ذا سيستر بليز ان جايد بليز هذا اي عرق اي عرق هذا مشات عرق يا علي يا كلثمي علي كلثمي
علي لك وينو؟ علي الكرزمي والله يا علي الكرزمي قد اسمك زي مرة ترى بقول عمرك شباب عمر علي الكرزمي ما تعرف من عمر علي بعلمكم ذا الحين أعطي 3 دقائق علي الكرزمي إذا ما جاء بقول كم عمره سعد أعطي بالله الايباد منك الايباد هي بجلس مع اللاحم اليوم هني يقول يا الله لا تجعل لي عند الناس حاجة حاجة تغدوا بالعافية أحب يرجع حاجة. ها يقول يا الله لا تجعل لي عند الناس حاجة والله واحد ما توقعته في التصويت صراحة بجرب يا أبو علي الربع ترى على الكرزمي ولا بقول عمره أسر أسر والله جنب جاري الله جنب يا الربع يا الربع أبيكم تسمعوني شوي بعد ما تتغدوا الله لا يهينكم تمام كيف اي 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 مبارك الله يحييك صوت 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 ما يحتاج الأكل واصل ما ذقت الجريش اللي بالفواكه ما ذقت العافية عبد الله الشهراني ترى تعبان عبد الله الشهراني اخ تعبان اي تعبان بطني قول صالح الطيب المهم يا الربع ابيكم بعد ما نتغدى نجتمع في اي مكان تبون وين تبون نجتمع فيه نجتمع ابو 10 دقائق بس 10 دقائق ربع ساعه هنا لا انا عندي غرض بس بوريك يا شباب يقولوا عبد الله الشهراني مريض بس عبد الله الشهراني حيتكنسل تصويته واللي صوته اليوم حنضيفهم بس عبد الله السراني ما حيضاف له اي تصويت يلا يا شباب اوكي حسين المهم المهم يا شباب شباب انا عندي حاجه بوريكم اياها بس زين شباب تمام خش الموضوع لا ما حد ذا بعد ما نتغدى بنجتمع عشان بوريكم حاجه بس طيب الله لا يهينكم حد المكان وين تبون نجتمع فيه خلينا نجتمع اسمه في بيت الحكمه لان الاغراض كلها في بيت الحكمه سعد منظم قل لهم الموضوع وش تسمح لنا يا سعد المنظم ابشر انت في بيت الحكمه خلاص في الهاوس بيضة سعد منظم خلاص ابشر بيضة الوجه ها لا ما تغديت اي بتغدى وين الدجاج اعطيك توت بري اعطيك توت بري ايش ما اعطيك المهم سعد المنظم عبد العزيز الشهراني وش مرتاحك يا ابو علي شوفني حتى ما تغديت الا الله محمدي ليش كذا صدق قلت الخبر يا ابو كل ما يشاء وينزل قول شو ما يشاء سبحانه اقول تغد جت علبة بيبسي وجاز تغدى اظني عشان الزيت ايه كنت بحري الله لا يهينك والله كيف تقول الله يسلمه وبقى البقى والعمر الطويل والله العب في ذمتي طيبين أعزائي المشاهدين أسعد الله مساءكم وأيامكم الشباب حصلوا على نسبة والله يعني واحد ما أدري كيف يقدمها بس يعني هذا اللي قدمه الشباب طبعا عبد الله الشهراني سبع من التصويت ونتمنى له الشفاء العاجل يقولوا مريض أو بي عنه بسم الله عليه عرفتوا حصلوا الشباب على حصل الشباب على نسبة
لا اله الا سبحان الله ربنا يتوفق يا رب. تغديت؟ لا ما تغديت. والله تغدى. انتظر تقييمك. ما النتيجه جاتني والله. تبغى النتيجه؟ طيب فتح شهيه. لا 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 علي وعلي تكفى يا علي. خويا علي يا لا 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 كمل 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 تكفى والله حلوة. يقول ابو علي يقول حصل الشباب على نسبة الله اكبر. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا حسرتي يا وجودي يا كسر قلبي وعودي عليه لحظات وداع الله لا يشقي وداع عليه لحظات وداع ما تتحرك ما شاء الله. يا شباب حصر الشباب الأقوياء هذول المبدعين الطبخة الرئيسية ولا العصيدة بالفواكه حصر الشباب على نسبة أيوة قول 92%. عاش سعد عاش عاش خشم انت خشم انت لا لا خشم انت خشم هذا وانا بعد. اعزائي المشاهدين نلتقي ان شاء الله احنا وياكم مشيئة الله غدا في فقرة غداكم مشيئة الله غدا الساعة الواحدة مساء في امان الله. الله يسعدك عبارة في حياتك ترسم بحلى عبارة. ما يسوي إلا سلطة ويطلع فيها أخطاء. برجر ذاك اليوم راح 92 ليش تقولون 45 قبل؟ وش معنى ما علقت اللي علينا؟ في شباب تكلموا كذا ما تكلمت اللي علينا. لا 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 تكلمنا عليه لا خلاص لا لا مرة كذا بس تقليد يعني لا لا حبيبي صالح اقسم بالله يا عبد الله انه يمقال لي 85 اطالع فيه انت صادق. طيب ليش ما قلت له 85؟ وشو بدايه ابغى تحمسون معي الحين ما تحمسوا سبحان الله صارت قديمه غلط لا قديمه ايوه نسوي القديم نجدد القديم لا توقعت لاني انا الوحيد اللي طبخت هاي الرز والدجاج هذا ما سوى شريك لكم هذا فاول مره اخذ رز ودجاج كذا اخذت 45 اقسم 45 اقول انا اخذت معلش يا حبيبي 95 85 نحبك يا اخي عندنا 85 واذا جاء النتيجه هم إيه؟ متوقعين انها 90 ايوه يعني العكس 45 يعني. انا بقى ترى اعترفت بعض الشباب قلت لهم 55 قلت لهم يعني بس انت شن الشباب جالس يقول ابو محمد مبروك مفاجاه يعني صراحه انا ماني متصور كيف طبخت رز في حياتي اول مره اطبخ رز ودجاج بحياتي تخيل يا عبد الله ايش تتوقع من وضعي؟ لا والله ما قصرت من وضعك؟ اول مره اقسم بالله مرة يا رجال بيض ما سوي بيض اسالني ايش ما سوي بيض ايش توقع وضعك انت الحين والله ما ادري باخذ هذه والله ما عندك انت ولا عندك لا لا ليه ما في سبيكر كان شغال والله شباب والله انقبطوا ترى ما يدري واحد 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 والله فكره يا صالح صالح اهنيك على مساعد صالح لا يا شباب انجلش كيك بالعصر الشوكولاته من عند اهل الوليد الله يجزاهم خير العصر ايش؟ العصر من الصبح من العصر الشوكولاته انجلش كيك انجلش كيك اقول لك انجلش كيك انجلش كيك يا بس عاد ينطق مني يا رجال ابو علي تفاجئ هو ما ظل هو ابو علي ما ظل ما ظل العصر صغير صغير يا ابو علي تكفى اعطي نص ما شفته ما شفته مسكر يا عبد العزيز عبد العزيز او انجلش كيف ما تشوف شلون مسكر المسجد ثانك يو والله ريحته حلوه تعال 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 قولك تعال تعال لا ما قومت للظهر
حط لي شوي. شوف يا اخي حق ماذا؟ انجلش كيك؟ اريد ناخذ كيكم. شوف ايش في درجة؟ كيكم قوتي. احبكم؟ اسحبكم انا. قلت يلا. قلت روحي قال انك سموني الشيبسات. ابو علي مسك راسه قال ايش في السالفه؟ ايش فيك انت تتغير كذا؟ كل الناس اتوقع يهكون علي الا انت يا سعد. هكيت علي 45 قاعد اغمز بعضهم. اغمز وما تشوف. ما تغمز يعني الغمزه ذي يعني تراها 85 يعني كذا خمسه يخدم الرابع 80. موضوعكم على فكره طول يعني اخذ اكثر من وقت يعني. نجي عندك سعد مثل النظر تحلها. تبون انت؟ خلاص انت تعاند محطه الاجتماع. انتهى الموضوع. لا ابغى انت الموضوع. تستاهلون اثنين تستاهلون بالعافيه. الله يا ابو علي انت يا كنن خلاص يا قفطه. انا قفطتهم. ما قفطتهم لو انا قفطتهم هذا يعني هذه عدم الثقه. ايوه نعم هذا مقلب. نعم مقلب. رجل يا ابو علي اهو اخذت 50 يقول لي تحمست يقول بس واو كذا يقول لي اول شيء هذا واحد يا مدرس. خلاص خلاص اجمعهم بروح اجيب الهدف. خلاص خلاص خليني اغسلهم. بس يا اجتماع حق سعد الكلب. هنا هنا عنده حاجه 10 دقائق بس. عنده حاجه. لا 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 حاجه كويسه كذا. عنده شيء توبخه توبخه توبخه. بس ناشيتي جديده ينام جنب وليد لان وليد اليوم يقول نام قاعد يسمعها في الحلم لدرجة انه ما صلى. يحلم هذا يصحيني وانا قاعد اسمع الشيله وصليت انت يعني مساعته من اسمع عبد العزيز والله ما تعدى عليكم انتم ما صليتوا وما اصلي انا لا تذكرت واحد من العيال في المدرسه مدرس اعطاهم شريط على اهميه الصلاه. مدرس اعطاهم شريط على اهميه الصلاه ومن الحماس طلع المدرسه وشغل الشريط على طول أهمية الصلاة ولا خلص شريط ولا بعد صلاة العصر. ياخذ الحكمة والفائدة. وليد من يصلى جنبك صلاة الضوء؟ لا ما هو اخوالي. خلاص خلاص ما صار انتفت سعدت منظم والنائب منظم مو موجودين. تدري ليه؟ كنا ثقك لا كانوا صاحي العيال قروص قم قم. انا قلت لاحمد السود قلت المنظم ونائب المنظم مطلقين مبادره انك انت تنمي الحس الوعي الداخلي. المفروض في مسجد انك انت تصير مسؤول عن نفسك ما يحتاجون تواجدهم انك انت تصير رقيب ذاتي. انا ترى انا منظم تغيبنا عشان النقطه هذه يوم جيت احضرهم قالوا حضرنا كله ما بلا بعد. اهم شيء انا وقوتي صلينا علي لازم ياخذ نسمة بحلى عبارة في حياتك. نسمة بحلى عبارة.